سمو الأمير، أظن أجانا ضيوف. منصور، روح شوف مين هالضيف. استنى. الجيش الانكشاري؟ سمو الأمير، إذا بتسمح لي بفضل أنا روح أحكي معهم. القدر ما منه مهرب. حضرة سمو الأمير مصطفى. فرحات أغا، مولانا هو اللي بعتك لعندي؟ جلالة السلطان ما بيسمح بدخولكم على اسطنبول سمو الأمير، بيأمركم ترجعوا على ولايتكم وتستنوا عقوبة مولانا يلي رح تصدر بحق سموكم. وإذا ما رجعت؟ إذا بتخطي خطوة تانية رح يعتبر عصيان، وبحال عدم انصياعك معنا أمر بقتلك مباشرة. ما حدا رح يقدر يوقف بطريقي يا فرحات آغا، وإذا بدك الحرب من حارب. تفضل، أنا وجنودي جاهزين. حضرة سمو الأمير المعظم، ما في جندي من الانكشارية بكل بقاع الدولة العثمانية بيقدر يرفع سيفه بوشكن. قلبنا معك وروحنا في طريقك يا سمو الأمير. يعيش سمو الأمير، يعيش سمو الأمير. الله يحفظ سيفك على هذا الحرب، الله يحفظ سيفك على هذا الحرب. يعيش سمو الأمير، يعيش سمو الأمير. الريس توغورت بالبحر المتوسط حسب أوامركم يا مولاي، والريس صالح بالجزائر. بتطالع سفينة وبتخليهم يتأكدوا من السواحل، ما بتعرف يمكن ما يرجعوا. مين بيتجرأ يعمل هيك مولاي؟ إذا مصطفى طالع عساكر وجاي على العاصمة، معقول هني ما يعملوها يا باشا؟ مصطفى أكيد في شي واثق منه. اهلا جناب الباشا، خبر مولانا بجيبكم. بعد هيك من وشي يا باشا، يا باشا جناب الباشا. انت شو عم تعمل يا رستم؟ سامحني يا مولاي، بس المساله صارت خارج السيطره. الامير مصطفى قرب يوصل على العاصمه. وكيف قدر؟ فرحات اغا غير رايه وانضم للامير مصطفى، وبهيك حاله اتحدوا الجيشين ضدنا يا مولاي. جهانجير، طمني شو الوضع؟ مصطفى وصل ولا لسه؟ في حيطان من البشر واقفين قدام بواب القصر، وكأنه الحيطان يلي فيه ما بتكفي. يا ريت لو أمي كانت هون. جهانجير، لازم نعمل شي، يعني معقول نضل قاعدين هيك عم نتفرج وما نساوي شي؟ تأخر الوقت كتير يا مريم. نسيتي شو قلتيلي؟ أنا وأنتي ما رح نقدر نغير شي بهالدنيا. ما حلك تنسي هالشي، ما هيك؟ وصل.
حضرة سمو الأمير، هالحركة يلي عملتها ممكن تطير رأسك، تعرف هالشي ما هيك؟ إذا عندك القوة لا تقصر يا باشا، أمرهم خليهم يقطعوا لي رأسي. اسمعوني كل الأمراء الموجودين بالقصر وكل شخص واقف هون، حلف يمين بالإخلاص لمولانا السلطان، بس مثل ما أنا شايف هذا الشيء نسيتوه وواقفين بحفرة التمرد والغرور. بس أنا بأكد لكم إنه سلطان الأقاليم السبع السلطان سليمان ما رح يسامحكن أبداً. يا أما بتدركوا سيوفكن وبتسلموا حالكن لعدالة السلطان فوراً، يا أما كل واحد فيكن رح يتعرض لغضب السلطان وعقابه الشديد، والقرار قراركن. القرار قرارك. روح خبر مولانا انه بدي اقابل جلالته واحكي معه. اذا امرت فرحات اغا وعساكره يرجعوا على قسم الانكشارية وقت امر يا رستم، اتحرك وروح وخبر مولانا اني بدي اقابله. يلا مولاي، سمو الأمير مصطفى حابب يحكي معكن. قلت لي حابب يحكي معي؟ الجيش الانكشاري ما رضي يرجع، بتوقع أنه الأمير مصطفى بده يلتقي بجلالتك مشان يعتلي العرش بطريقة سلمية. وين قوات السرايا الستة؟ قسم منهم بالأسيتانا والقسم الثاني بساحة الأحصنة، معهم عتاد وجاهزين لأوامرك. وغير هيك قوات أديرنا والولايات اللي حواليها على وشك يوصلوا لعنا. عفواً مولاي، إذا بدك رأيي فأنا بشوف إنه لازم تلتقوا بالأمير مصطفى، بس إذا بتأمروا جلالتكن
نحن منملك القوة حتى نهزم جيش الأمير بالكامل والجيش الانكشاري اللي معه. شو عم يصير؟ أنا ولا مرة تخيلت شوف هالمنظر هاد، مصطفى وآلاف العساكر جايين على القصر؟ رحمنا برحمتك يا رب. كيف وصلنا لهالمواصيل؟ كيف بيتجرأ سمو الأمير على العصيان؟ هذا مانو عصيان. كيف مانو عصيان؟ أنت مو شايف؟ الله بيشهد علي، أنا بحبه لمصطفى وبحبه كتير أكتر من الكل من لما كان صغير، بس هذا الشيء ما نوم أبول أبداً. ألفت خانم معها حق، لو شو ما كان السبب يلي عمله أخي مصطفى خطأ كبير وعقوبته كبيرة. جهانجير، شو قصدك باللي حكيته؟ طالما كل هالجنود معه ومع هيك قرر يسلم سلاحه، معناته ما له ناوي على الحرب. مولاي، كيف بتخالف أوامري وبتطالع عساكرك وراك وبتجي لحد هون؟ انت مين مفكر حالك؟ شو هالجرأة هي؟ سامحني، لو ما انجبرت ما كنت اجيت لعندك بهي الطريقة يا مولاي. ما كان فيني اتصرف وكأنه مو صاير شي. لو ما حدا بالدنيا بيعرف بإخلاصي لجلالتك فأنت ورب العالمين بتعرفوا. طالما حبيت تاخد روحي ليكني واقف قدامك. قتلني وانت عم تتطلع بعيوني. انت بتعرف شو عم تحكي يا ولد؟ جاي عم تعمل عصيان وفوق عم تحكي عن الاخلاص؟ انت اللي حابب الدم. ليش ما كنت بدك تاخد روحي بسبب الرسائل اللي انكتبت بحقي يا مولاي؟ ردت لي روحي برسالتك اللي كتبت لي اياها من جهة، ومن جهة تانية كنت بدك تاخد نفس الروح بالعباية المسمومة اللي بعت لي اياها. عباية مسمومة؟ ليش صار هيك يا ربي؟ لو ما كان في حدا مخطط لهالشي ما كنا وصلنا لهالمواصيل البشعة هي. ومين هالحدا؟ والله أنا عم أحكي عن زوجك كريستون باشا المحترم يا مريم. ما في حدا أشطر منه بتشعيل النار. أنا بعرف إنه هو اللي ورطه، وبظن انه انت عندك علم بهالشي. جهانجير انتبه على كلامك، هذا الحكي انا ما بقبله بنوب. انا بحكي مثل ما بدي وباللي بشوفه مناسب يا مريم.
جهانجير. سلطانة بيكفي، بترجاكي تهدي حالك شوي، لأنه كلياتنا أعصابنا متوترة. يا ربي تلطف فينا. كيف قدروا يفوتوا بين مصطفى والسلطان بهالشكل؟ هاي العباية يا مولاي اللي بعثت لي اياها، ولو امي ما اجت تدخلت باخر لحظة كنت انا رح كون محله هلا. والسلطانة طلبت منه انه يلبس هاي العباية وما لقيناه غير وقع ومات. اطلعوا لبرا. وانتو كمان. ومن بعد هالحادثة اللي صارت معي حكت لي أمي عن حادثة صارت معك زمان، قالت لي إنك تعرضت لنفس الموقف أيام حكم المرحوم السلطان سليم خان. أنت صدقت هالشي ما هيك؟ صدقت إنه فيني أقتل واحد من أولادي وبهي الطريقة البشعة؟ لأنه هاد المكتوب عليه ختم جلالتك يا مولاي، شو كان بدك يعني فكر؟ شلون بتفكر بهيك احتمال يا مصطفى؟ شلون بتفكر انه انا ممكن اسمح انك تنعدم بهي الطريقه البشعه؟ علمتني انه الامير لازم يفكر بكل الاحتمالات، وهذا الشيء اللي كنت عم فكر فيه الايام الماضيه ويلي خلاني اجي لحد هون يا مولاي السلطان. بعدين انا ما اجيت لاقتل حدا، اجيت لاستسلم. طالما هيك ليش اجيت وانت حامل سيفك؟ انت ليش ما اجيت اعزل لعندي؟ لأنه هاد تصرف بليق بإذن سلطان العالم. حبيت موت مثل أي عسكري. مصطفى جوا يا رستم؟ لساته جوا يا أمير. سامحني يا أمير، ما فيني اسمح لك تفوت. إذا حدا بيلمس شعرة واحدة من أخي مصطفى في كتير ناس رح تطير روسهم، وخاصة يلي ورطوا بهالشغلة. بظن أريح لك إذا بترجع لجناحك. ما في حدا بيقدر يقول لي شو لازم اعمل يا رستم باشا. طمني. لا تخاف جهانجير، انا منيح. مولانا طالب يشوفك يا رستم. مولاي، أعطي أمر لقوات السرايا الستة، خليهم يرجعوا لمواقعهم. أمرك يا مولاي، بس حابب ذكرك أنه قوات الجيش الانكشاري لساتهم قدام القصر. نفذ يلي طلبته يا رستم. يا أغا، نادوا لي فرحات أغا. أنا أمرتك توقف الأمير مصطفى، بس أنت فوق ما أنك خالفت أوامري إجيت ورافقته لباب القصر، ما هيك؟ حاشا يا مولاي، إذا بتسمحوا لي خليني اشرح لكم. احكي. انا قطعت الطريق على سمو الامير وبلغت امر جلالتك،
بس قال لي إنه كل يلي بده إياه إنه يحكي مع جلالتكن لحاله وكمان من دون سلاح. وقال لي العساكر يلي معه حيضلوا بأوسكودار يا مولاي. ولما سمعت هالحكي فهمت إنه سمو الأمير مصطفى مو ناوي على العصيان يا مولاي، ومشان هيك تشجعت وقلت لحالي بدل ما فرق بين جلالتكن وبين سمو الأمير مصطفى فضلت إني يكون صلة الوصل بيناتكن. افترض إنه مولانا ما فوته هالقصر، وقتها شو كان حيصير؟ كنت رح أعمل كل شي بيتوجب علي إني أعمله منشان سمو الأمير يرجع على إمارته. هاي هي كل القصة مولاي، أنا مستعد أعمل كل شي كرمال نفذ أوامركن. وصلت فكرتك يا فرحات أغا، صار فيك تمشي مولاي. يلي عمله لو شو ما كان السبب مانو مقبول يا مولاي. أنا شفته هو وعساكر الجيش تبعه، عيونهم كانت عم تقدح شرار. مين يا رستم باشا؟ العباية اللي بعدت له ياها لابني مين سممها؟ مين اللي بده يخلق عداوة بيني وبين ابني مصطفى؟ جاوبني لشوف على هذا السؤال. في كتير ناس إلهم مصلحة إنه الأمير مصطفى يعمل عصيان. مين هن؟ وزرائي؟ ولا البشوات؟ ولا الضباط؟ ولا حدا أقرب من هدول؟ السلطانات؟ ولا الأمراء؟ بجوز يكونوا أبعد من هيك، ممكن يكونوا الأعداء يلي ما قدروا ينتصروا على دولتنا العلية بساحات الحرب. مين ما كان يكون بتروح بتدور عليه وبتجيبه، هاي هي وظيفتك هون. تعرف انه انا مبسوط لانه مصطفى ورغم هاللعبة القذرة ما حاول يقوم بالعصيان وفوقها سلمني روحه.